فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصم والبكم هل يجوز أن يعين الإمام لهم قاضيا من أنفسهم ليسهل التفاهم معهم في قضاياهم؟ لا، ما عهد هذا في تاريخ الإسلام أن الصم يحط لهم قاضي لحالهم والبكم لهم قاضي لحالهم، ما هو عرف هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.